السلام عليكم، مرحبا بكم على شخص لا بابزي حرار شخص تخليق الاصيل اينما كنتم. الناس اللي كيتسال يعني كيوسعونا على الاشكال ديال الخرقه الجزئيه والالوان، وكيتسناونا دائما يوم الجمعه باش يشوفوا الاشكال اللي كيدخلوا. الحمد لله كاين مجموعه على الاشكال والالوان جديده، شي حاجه اللي هي راقيه. غادي ندوزو معكم وحده وحده. بالنسبه للتوصيل نذكر الاخوان راه كنديروا الى جميع مدن المغرب، خارج المغرب اللي بغى شي حاجه نخيطوها ليه يصيفطنا في واتساب تكلفوا ليه بالخياطه. بالنسبه للموقع ديالنا بزو اقليم ازيله اللي كيبعد على 170 كيلومتر اتجاه مراكش، اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا على الرقم ديالنا. شوف معنا الرقم 0652 15 130 64 في الواتساب. الناس راه كيصونوا علينا، ما كنكونوا مشغولين شويه ما كنساليوش، راسلني في الواتساب. كاين اللي كيبغي شي جلابه كيشوف شي لون ما كيقيسوني ما كنساليش باش نجاوبوه، ملي كنتواصلوا معاه كيكون داك الشكل اللي بغى مشى، لان شي تقليدي وماشي ديال شركه ولا ديال الماكينه، هادشي كيتخدم بالمسج. وبالنسبه للخرقه راه كتشد واحد شهر شهر ونص شهرين اكثر باش انها كتكمل، يعني داك اللون الا لقيتيه يخرج راه كيخصنا موده باش نخدمو ليك ثاني. هادشي اللي كاين. بالنسبه للثمن راه كيبدا من 2000 درهم. اخوان كيسولون على الثمن، مثلا هذه مخدومه ليا واحد الشهر ونص تقريبا د المده، وكيقول لك بغاها ب 500 درهم، وكاين كيعيط عليك وكيشدك واحد ثلث ساعه في التليفون، وفي الاخر تيقول لك 500 درهم. 500 درهم واش دي صناعيه اللي ونخلصوها في الشهر ونص ديالها ولا في المواد الاوليه ولا كيفاش غنديروا لها؟ بالنسبه للاخوه اللي كيسولون على الزرق بالابيض، الزواق ديال المهمات خدمه اللهم بارك. هنا اللي ضمانت عليك واللي غنعطيك هو الجوده. انت ملي كتصل وكتقلب على جلابه مزيانه شنو كتبغي؟ كتبغي جوده، كتبغي خدمه مزيانه، مواد اوليه طبيعيه، صباغه تكون يعني مليحه وما تطلقش ليك، وكتبغي العبار او القياس ديال الجلابه يكون وافي باش في الخياطه يجيك داكشي راقي مزيان. داكشي هو اللي غنضمن لك هنا، هو اللي غنعطيك. اما حاجه 500 درهم او 20 درهم ولا شي راه ما عنديش انا. خرقه بزويه زرقاء، اللون ديالها راقي، خدمه ديالها مفينيه ناضيه، وكنعطيك الكارانتي الحديد. هذه الاولى الزرق بالابيض، الزواق ديال الميمات او الرسمي. كاينه هذه الابيض في الابيض، هذه مكبرتها. الاخوان كيسولون على خرقه تكون شويه بلونكاسي، هذه مكبرتها الابيض في الابيض خارج، الابيض ديالها خارج. هذه كتلبس في المناسبات الرسميه، الاعياد، رمضان، تقدر تلبسها في رمضان، في يعني فين ما عندكش مناسبه راه تلبسها. هذه معروفه. كاينه هذه، كاين سدا سدا، الناس اللي كيبغيو سدا في سدا. هذه اللي عندها شويه العبار في الطول ديال 1.80 متر بغا يدير راس العام، جي اللي بغا يدير جلابه سدا في سدا جي. هذه قياس ديال 3 متر على متر و70 حتى 75 في العرض ديالها، وكنعطيك دائما الكارانتي. الاخوه اللي كيسولون على الموقع ديالنا راه بزول، اللي بغا يجي عندنا مرحبا به، اللي بغا نصيفطو ليه كاين التوصيل. سدا في سدا صفر، يا سلام الصفر راقي. حاول زومي شويه باش يبان، زومي شويه. كاينين شي اشكال وشي لوينات راه ما كيتعاودوش نهائيا، وكاينين شي وحدين راه بعض الخطرات كيديو من الناس كيبيعو يشريو في هادشي هذا، كنصيفطهم ليهم من المدن وكتشوفوهم تاني عندهم، عاد كتقول لنا باش نخدمهم لكم. جوهره زواق جوهره، اللون قصبي، اللون قصبي سدا مشترط بالصفر. باندا 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 ما غليظاش بزاف، رقيقه. الناس اللي كيسولوا هنا باندا رقيقه بحال هذه، دابا كاينه غير بوحدها، بغيتيها سكرينا وصيفط ليا في واتساب نصيفطها لك ولا نخيطها لك. كنضرب السلعه ديالي لان ما كنخافش منها، كنعرف الخدمه ديالي كيفاش دايره. كاين الخضر ولا الزيتي، عفوا هذا مغلوق، اللون مغلوق، اللون في اللون. الناس اللي كيسولوا هنا في اللون في اللون. شوف الخدمه، الله شاهد. هذه غنحلها قدامكم، هذه حليتها في فيديو نيشان لان عارف الخدمه كيفاش دايره، كملات الصناعية جابتها لنا، عارف الخدمة اللي كنخدم معاها أكثر واحد المدة طويلة. خدمة هادي اللون في اللون، خياطة الزواقة ديال الميمات. هادي دابا تعطيك ملي كتلبسها تخيطها تعطيك هاد الكولور هنا، ولا تعطيك هادي ممكن ديرها جلابة تجيك راقية تلبسها بالصحة والراحة. دائما في الألوان المغلوقة اللي هي الزرق مغلوق مشرط بالأبيض، كما كنقول لك كنعطيك الكارانتي مدى الحياة، تعطيك خدمة ناضية مدى الحياة. تلقى فيها شي حاجة ديال الزرق مغلوق، هذا الزرق مغلوق، الناس اللي كيسولو على هاد الشكل هذا مشرط بالأبيض، خدمة ناضية والعبار وافي. خيط مع راسك كيما بغيتيها، كان الزرق يعني مفتوح، زواقة مختلفة هنا اللي هي شريت لها، كتسمى شريت لها ديال سبعة، الزواق شريت لها، وهذه راه كتسمى اللوحة ديال سدا. الإخوة اللي كيبغيو نصاوبو ليهم شي حاجة في الكوموند، ويعني هاد المعلومات هادو باش يعاونونا في الخدمة ديال الجلابة اللي نبغي نصاوبو ليهم. كاينة هاد البيضة تاني، هادي راه بيضة راقية اللهم بارك، خدمة يا سلام، زواق الميمات
مطلبيات دابا كانوا نجدوا فيه رمضان. بالمناسبة الإخوان اللي كيبغيو يخدموا شي حاجة في رمضان جلابة، من الأحسن تكوموندي دابا وتدي راسك، يعني اللي عندك خياط خياط على راسك ما عندكش متكلف ليك باش ما تزيرش في رمضان. قبل ما يدخل رمضان إن شاء الله ما غاديش نبقى نشد الكوموند ديال الخياطة لأن كنتبرسطو بزاف والإخوان ما كنكملوش لهم شغلهم. وكاين هاد الأميرة هادي الناس اللي كيعشقوا اللون الكحل كيدير عجبان، هادي كتسمى هذا اللون ديالها راه كحل، زباق تعبئة صباح صباح كما كنشوفوا زباقة راقية اللهم بارك. هذه أول مرة غنخدموها وما غاديش تلقاوها نهائيا، حتى كيشوفوها الناس أصحاب الكوبي كيمشيو يديروا بحالها. هذا من الإبداعات ديال مزرعة جلابة الزاوية. هذه جوهرة بالأبيض، الأبيض في الأبيض هكا باش تبان، لأن الأبيض راه ما كيرد شوية، حاول تزومي واحد شوية باش تبان الإخوان، تبان لهم الخدمة قرابو. شوف هذه دابا جوهرة أبيض في أبيض، الناس كيسألوا لنا جوهرة في الأبيض كاينه هذه. وهاد الاثواب كاملين راه كيخدموا نساء ورجال، اللي بغى شي يتكلم عليه لا تواصل معنا، حنا راه الاشاره ديال الجميع من المقر دائما هنا، راه كدي مليح وكدي حاجه بثمن مزيان وكديها من بلاصتها. هاد الاشياء راه غالي، راه في المدينه تلقاه غالي كيشوي. كاينه هذه تاني هاد اللوين هذا اللي هو قهوي بارد شرط بالصفر، وهذا الصفر فيه يا سلام شوف كيفاش كيجي، ها هو ناضي هذا اللي بدات تقريبا. شوف الخدمه ديالك كيفاش دايره، السلعه كاع اللي دوزت لكم خدمه ناضيه ما فيهاش غرام د المشكله، ما فيهاش غرام د العيب، تلقى فيها شي حاجه ديالي. مرحبا بالجميع، نذكركم بالموقع ديالنا بزو اقليم ازيال، هنا كنخدموا الخرقه الزيويه. الناس اللي كيبغيو شي حاجه تسيس راه كاينه سلعه قليله، يبغى شي حاجه يتواصل معنا، نحن راه الاشاره ديالكم، حاولوا تدعموا هاد الباج ديالكم باش توصلوا يعني تعم الفائده وتوصل الاخوه اللي كيبغيو جلابه الزيويه. مرحبا بكم والسلام عليكم.